اهلا وسهلا ومرحبا، يصبحكم بالربح ان شاء الله يا الناس الطيبه، ربي يحفظكم ان شاء الله. حدثناكم عن الفاصيليتي، حدثناكم عن اقل من 3 سنوات، حدثناكم عن الخير كاع. واش راك الشيخ مختار؟ وهذا الشيخ مختار هذا الكاسكيطة. تاع هذيك التقسيط هذيك، قال لك يا ودي لا يجوز بيعتي في بيعه، ياك معناتها كروسه كيما هذه دايرها ب 40 مليون بالكاش وفي الفاسيليتي 45، هذه افتاو فيها. قال لك يا ودي فيها المقوله، بصح هنايا رانا نبيعوا فيها كروسه نتاع 40 مليون، نبيعوا فيها بالكاش ب 40 والفاسيليتي ب 40، معناتها ما نزيدين، وانتم دبروا راسكم حلال ولا حرام هذيك بالله. المهم هذه نقطه، وتاع 3 سنوات ان شاء الله بربي راه كي تدخل ان شاء الله تعم، والحاله تعم هذه سهله. وبعض التعليقات قال لك يا وكي تدخل هذه تاع 3 سنوات راك تردمهم، هذو يدخلوا للمحشر يا خويا. وحنا كي تدخل تاع 3 سنوات حنا ثاني نروحوا نجيبوا بسلامتكم على امال هي الحكايه القفل في الريجيست عندنا شركه، وشركه تاعنا ثاني نقدر نروحوا نلقطوا بها النقايل من هي ثاني، ها نروحوا نجيبوا بها الخروج تاع الالمان وخلاص. يحب ربي ثاني احنا نروحوا لالمان ونجيبوا الخروج تاعهم. والشركات اسمع ذاك، احنا نفسروا الحكايه قبل شويه باش نعودوا متفاهمين في النقطه واحده. كيما كاين كورتيه في الالمان كاين كورتيه هنا، كيما كاين تجار في الالمان كاين تجار هنا. زعما تاع الالمان ملائكه، زعما محسوب تاع الالمان يعطيك كي تلحق عنده سيريسات يعطيها لك الاخرى، يعطيها لك باطله. الشيخ المختار ياه ربي يحفظك ان شاء الله. باينه مادام كاين تجار لي هنا هما لهيه، وكي يعرفوا بلي السوق نتاع الخرده نتاعهم راه ولا يتصدر برا يزيدوا في الماتريال، هاي باينه هذه. هذه من طبع البشر ماشي هذه من طبع التجار. سكر الباب تشوف الشيخ، ربي يحفظكم ان شاء الله. وبصح راك منور الشيخ مختار. واقل من 3 سنوات قلنا احنا كي تدخل قال لك السوق يطيح، يطيح بصح ما يطيحش ب 20 مليون، محسوب كروسه تالي شاريها 160 مليون تبيعها ب 70 مليون مثلا. انت شاري كروسه كيما البورو هذيك اللي كتشوفوا فيها، محسوب كون يطيح السوق نعود نبيع فيها 50 مليون زعما هكذا، مش لهذه الدرجه. راه يطيح السوق بصح اذا طاح يطيح ب 5 ملايين 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين 10 ملايين الماكسيمو 10 ملايين، هذا الديكالاج تاع السوق ونعرفوه من بكري. هذه ربي يحفظكم ان شاء الله. وزيدوا الحيه الاخرى اللي راح نقولها لكم، ولا الشركات هذو اذا كانوا يستوردوا، الشركات راه ما يستوردوش الحاجه الرخيصه مثلا كيما انا كون نروح انا كون مثلا يفتحوها بربي ان شاء الله. وراه عندي هذيك تاع